قماش ساهل ورخيص لتلقيه الوجه من الخلايا الميته والاوساخ. هذا القماش هذا كنحتاجو فيه هذا الماسك هذا ديال العسل، راه رخيص البنات كيدير 25 درهم، وكنستعملو معاه هذا الغسول. هذا الغسول هو طبيعي كيتباع في المحلات ديال العطاره اولا عند مول المكياج. غنوريكم الطريقه اللي غتستعملو. اول حاجه كنشدو هذا القماش هذا ديال العسل، كنديرو طبقه رفيعه رقيقه على الوجه ديالنا، وكنمصيوه مده 3 دقائق بحركات دائريه على مستوى الوجه كامل، الجبهه الذقن الخدين، بواحد الطريقه بسيطه كنبداو نحكو وجهنا يعني كنمصيوه. من بعد دوك 3 دقائق كنديرو طبقه اخرى منه سميكه، يعني كنقويو الكريم فوق وجهنا. هذا الماسك هذا كنديرو طبقه سميكه على وجهنا كامل، كنفوتو غير منطقه العينين. من بعد ما كنديرو هذا الماسك هذا القماش هذا على وجهنا كنخليوه مده 10 دقائق، مده 10 دقائق بالحساب، وحنا مستلقيين في مكان مريح ما كتذكروا حتى حاجه خايبه، حابسين الشغالات ديالنا وكلشي. نعطيو لهذا الماسك ديالنا واحد مده 15 دقيقه راحه لنفسيتنا ولوجهنا. من بعد ديك 10 دقائق كنحاولوا نقماجيو داك الماسك مزيان على وجهنا بحركه دائريه على مستوى الجبهه، على مستوى الخدين، على مستوى الذقن، يا اما باليدين يا اما بهاد حاجه بسيطه كتباع من المكياج ب 15 درهم اولا مع 260. كديري بها كتماصي بها كتماصي بها بحركه دائريه بهذا الشكل هذا على مستوى الوجه كامل، يعني باتجاه معاكس اولا باتجاه العكس ديالو. من بعد ما كتماصي وجهك مزيان اولا كتحكي سواء بهاد المساله اولا باليدين ديالك، كتبقاي تحكي في الوجه ديالك كتحيد ديك الخلايا الميته كامله. من بعد البنات كنجيبو فوطه اولا هاد الاسفنجات هادو كنغطسوهم في الماء دافي، وكنحاولوا نمسحوا هاد القناع هذا، كنحاولوا نمسحوه المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه حتى كنزولوه، سواء يقدر تحيد في المرحله الثانيه اولا المرحله الثالثه بالماء دافي، كنبقاو نعاودوا المرحله ونكرروها. من بعد ما كنشف وجهنا مزيان، الا ما نشفش لينا مزيان كنديروا فايطه ناشفه اولا هاد القطن هذا كندوزو على الوجه ديالنا حتى كنشفوه. من بعد كناخذوا هذا الغسل اللي قلت لكم طبيعي راه فيه انواع، راه كيتباع في هاد المكياج اولا هاد العطاره راه رخيص البنات كيدير 10 دراهم، كاين بزاف انواع كتختاري انت وذوقك اش بغيتي. كديري كذلك على الوجه ديالك كامل، كتفوتي غير منطقه العينين كتخليه حتى كينشف وجهك مده 10 دقائق، يعني حتى كيولي يبان لك بحال البشره ديالك تجمعات نشفات. من بعد ديك 10 دقائق هذا ما كنقماجيوش وما كنحكوش، غير كناخذوا الاسفنجات او لا فوطه فازقه بالماء دافي وكنحاولوا نزولوه، واخا هو غتلقاو فيه واحد شويه وواحد كيكرم غتبقاو خايدين ليه الخاطر حتى كتزولوه من الوجه ديالكم بهاد الاسفنجات او لا فوطه. من بعد ما كتنشفي وجهك مزيان من هاد المسائل وكتمسحيه، اخر مرحله هو انك كديري اي مرطب على الوجه ديالك سواء حليب سواء زيت سواء ماء الورد، انتي واختيارك اي حاجه موجوده عندك في البيت سواء غير زيت الزيتون. من بعد كتديري هاد المسائل كلها وحده من هادو، يا اما مرطب حليب او لا زيت او ماء الورد، كديري على وجهك كامل كتمسحي به الوجه كامل ديالك وكتخليهم في البغسول يشربهم وبصحتكم وراحتكم. وكنتمنى هاد القناع هذا ديال اليوم يروقكم، وما تنساوش لي لايك ديالكم والضغط على زر الاشتراك وشكرا. الا كان اي تساؤل ديروه ليا في التعليقات ومع السلامه.